يا هلا ويا مرحب، كل عام وانتم بخير واهلا فيكم معانا في المطبخ السعودي. اليوم اخترت لكم طبخة السليق لانها طبخة كثير خفيفة ولذيذة، ممكن تكون اما على الفطور او على السحور، وحابة اني احاول اختبر قدراتي معاكم، واذا لقيتوا انه في فرصة انكم تجربوها حاولوا انكم تجربوها. طبختنا بسيطة لأبعد حد واعتمادنا على مكونات أساسية وسهلة. عندنا في البداية الدجاج، فاخترنا احنا أفخاذ الدجاج حنحطها في مرحلة السلق. طبعا احنا محتاجين ماء السلق أو مرقة الدجاج، راح نحط كل البهارات. بعد ما نضيف الماء بمجرد اننا نحطها على الغاز وننتظره لين يغلي بشكل كامل. على بال ما يستوي الدجاج وينسلق بشكل كامل واستواء كامل، أنا في هذا الوقت حطيت الرز، زي ما قلت لكم رز مصري، حاولوا ما تغسلوا أكثر من مرة لأنه محتاجين النشا يكون نشا كامل، ونحاول أن نخليه يستوي حتى الذوبان قد ما تقدروا. دوبوه أي نوع بودرة، حليب بودرة ممكن تختاروا، مجرد أنكم تخففوا بشوية ماي، مو بماي كثير. هذه المرحلة حرجعوا على النار، وهذه مرحلة السلطة وهي الجزء الأساسي مع هذه الأكلة. هذه الأكلة لو قدمتوها لمين ما قدمتوها من غير هذه السلطة ما حد راح يعجبها أكلة السليق. شوفوا كيف الصوص معانا حيكون دايب. هذه الصلصة صارت جاهزة، نروح نشوف سليقنا. بكل سهولة صارت الأكلة عندنا جاهزة، بس مجرد إنه خلاص نحطها، وطبعا لازم تقدم حارة. هذا بصل محمص برضو ممكن يكون حلو للزينة. في ناس وقت التقديم طبعا تكون مذوبة شوية زبدة، إذا كنتوا حابين تخففوا زبدة خلاص ما في داعي، وبس بالهنا وبالعافية.